امرأة متزوجة تقول الزوج لا يغتسل بعد الجماع، وذكرته وقالت له أنه لا يجوز أن يصلي بعد الجماع إلا إذا اغتسل، لكنه لا يغتسل إلا بعد المغرب ويصلي فرضين أو أكثر وهو على جنابه، هل يجوز لها أن تطلب منه الطلاق لهذا الأمر؟ لا يجوز لها البقاء معه، يجب عليها مفارقته، لأن هذا لا يصلي، اللي يصلي عليه جنابه صلاته وعدمها سيا، هذا تارك للصلاة، لا يجوز لها أن تبقى معه أبدا إلا إذا تاب إلى الله عز وجل والتزم بالاغتسال من الجنابة وأداء الصلوات مع الجماعة في مواقيتها. أما إذا استمر على الحال فلا يجوز لها البقاء معه، بل يجب عليها الفراق والابتعاد عنه. نعم.